السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أصدقائي. معاكم حمزة من قناة ميدزيديو، القناة الأكاديمية التعليمية الخدمية، ومكملين معاكم بشرحنا لمادة علوم الحياة العامة 1 بيون، التشابتر الثاني The Structure and Function of Large Biological Molecule. وإن شاء الله اليوم راح نحكي بفيديو عن البروتين، خليكم معنا. يعطيكم العافية يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. بدي أذكركم بالفيديوهات السابقة، حكينا عن الـ Large Biological Molecule، حكينا عن البوليمر، وحكينا إنه في عنا 4 تصنيفات للـ Large Biological Molecule، 3 منهم بيكونوا على شكل بوليمر، اللي هن الكربوهيدرات، البروتين، والنيوكليك أسيد. حكينا إنه الليبيد لا يعتبر بوليمر لأنه ما بتكون من نفس الوحدة البنائية المونومر نفسها. شرحنا عن الكربوهيدرات بفيديو سابق، والفيديو اللي قبل هذا حكينا عن الليبيد. اليوم ان شاء الله رح يكون موضوعنا عن البروتين. البروتين هو يعتبر بوليمر لانه بتكون من نفس الوحدة البنائية اللي هو الامينو اسيد. الامينو اسيد بيشكل عنا بروتين. بالبداية كعنوان، بروتين have many structure resulting in a wide range of function، يعني بنحكي انه البروتين له عدة اشكال. تعدد الاشكال بالبروتين رح يعطينا وظائف مختلفة، يعني كل ما تغير شكل البروتين كل ما كانت وظيفته مختلفة أكثر. Protein account for more than 50% of the dry mass of most cell. بدي أقول لكم يا جماعة إنه جسمنا عبارة عن كمكون أساسي هو ماء وبروتين. بشكل أساسي هو ماء وبروتين. 50% من الخلية بيكون عبارة عن بروتينات. الدراي ماس يعني الجزء الصلب أو الجزء المادي من الخلية هو يعتبر بروتين. فنسبة وجودها بجسمنا كبيرة. وظائف متعددة للبروتين، جسم الإنسان بدون بروتين ما بيعمل أي وظيفة. رح نلاحظ أنه له وظائف متعددة. Protein functions include، شو هي الوظائف اللي بيقوم فيها البروتينات؟ في عنا structural support، يعني دعامة بنائية كشكل مثلا للخلية أو شكل لعضو، البروتينات رح تدخل في تركيبتها. Storage، زي ما بنعرف يا جماعة كان عندنا الكربوهيدرات بتخزن الطاقة، هون أيضا البروتين بيقوم بعمليات تخزينية ضمن الجسم. ترانسبورت، عملية النقل راح تقوم بنقل المواد. وسيلولر كوميونيكيشن، راح يكون في عندنا تواصل بين الخلايا مع بعضها البعض، راح تكون عن طريق البروتينات. الموفمنت أيضا الحركة. وعندنا ديفنس كدفاع، ممكن يكون لها وظيفة دفاعية للبروتينات. Most important protein enzyme، أهم بروتين عندنا يا جماعة بالجسم هو الإنزيم. الإنزيم هو يعتبر بروتين بشكل أساسي. function as catalyst، catalyst يعني مسرع للعمليات داخل الخلايا. regulating metabolism by selectivity accelerating chemical reaction without being consumed. الإنزيم يا جماعة هو عبارة عن بروتين بيدخل على التفاعل، بيسرعه، بيسرع العملية تبعت التفاعل، العملية الكيميائية اللي هي الكيميكال رياكشن، بيسرحها بدون ما يستهلك، يعني ما بصير consumed. consumed انه ما راح يصير في استهلاك للإنزيم، راح يدخل الإنزيم بيسرع العملية الكيميائية، يسرع التفاعلات ضمن الخلية ويطلع، بس كثر خيره بيكون أدى وظيفته. فزي ما بنلاحظ يا جماعة أهمية البروتين بجسمنا أهمية عالية وكبيرة جدا جدا. طيب يا جماعة خلينا نتعرف شو هاي الوظائف اللي بتقوم فيها البروتينات. زي ما حكينا إنه البروتين حسب شكله راح يقوم بوظيفة معينة، والوظائف متعددة للبروتينات في جسم الإنسان، منها إنزيماتيك، منها ديفنس، منها ستوريج وترانسبورت. خلينا نبدأ بأهم إشي اللي هو الإنزيماتيك بروتين، اللي هي البروتينات اللي بتعمل عمل إنزيم. كتعريف إلها، هي Selective Acceleration of Chemical Reaction، هي تسريع متخصص للعمليات الكيميائية. ليش متخصص يا جماعة؟ أو كلمة Selective بالتعريف هي عبارة عن أنه كل إنزيم متخصص بالعمل تبعه. ففي إنزيمات بتعمل عمل إنزيمات هاضمة Digestive، في Defense، في ممكن تشتغل أكثر من شغل Cellular Communication إلى آخره. فكل إنزيم راح يكون متخصص فقط للعمل اللي هو مصنوع أو الشكل اللي مصنوع له. فكتعريف منعيد إنه هو Selective Acceleration of Chemical Reaction، هو تسريع للعمليات الكيميائية. مثال عليها يا جماعة Digestive Enzyme اللي هي الإنزيمات الهاضمة، بتعمل على Catalyze the Hydrolysis of Bond in Food Molecule، بتعمل على تسريع التكسير Hydrolysis، تكسير للروابط الموجودة في الطعام. زي ما بنعرف نحن انه اذا تناولنا طعام بده وقت طويل لحتى يصير له هضم والاستفاده من المواد اللي موجوده في الطعام، فوجود الانزيمات هاي بتسرع هاي العمليه لحتى تكسر الطعام.
هلا الوظيفة الثانية يا جماعة، في عنا ديفنس بروتين اللي هي البروتينات الدفاعية عن الجسم. كوظيفة هي بروتكشن اجينست ديزيز، هي الحماية من الأمراض. مثال عليها الانتي بودي ان اكتيفيت اند هيلب ديستروي فيروس اند بكتيريا. مثال عليها يا جماعة هي الانتي بودي. الانتي بودي عبارة عن الأجسام المضادة اللي موجودة في جسمنا، هي عبارة عن بروتينات بتعمل على تثبيط أو تدمر الفيروسات والبكتيريا اللي هي المناعة الطبيعية. الوظيفة الثالثة اللي هي الستورج بروتين، اللي هي التخزينية، البروتينات التخزينية. نحن شفنا قبل فترة بفيديوهات سابقة إنه اللي بيخزن الطاقة عنا هو الكربوهيدرات والليبيد. البروتين أيضا بيعمل على التخزين، ولكن تخزين من نوع آخر. الوظيفة تبع الستورج بروتين إنه يخزن لنا الأمينو أسيد. طبعا الأمينو أسيد هو يعتبر الوحدة البنائية الأساسية للبروتين، يعني البروتين مكون من أمينو أسيد. ففي عندنا بروتينات بتخزن هذا الإشي حتى إنها تستفيد منه في المستقبل. طيب كمثال عليها يا جماعة، في عندنا الكازيين اللي موجود في الحليب، هذا الميجر سورس اوف أمينو أسيد للبيبي ماميلز اللي هي الثدييات، الأطفال الثدييات مثلا بتستفيد من الكازين لحتى انها تاخذ الامينو اسيد اللي موجود ضمن الحليب على شكل كازين. ايضا النباتات راح يكون في عندها بروتين بيخزن البروتينات او الامينو اسيد ضمن السيدز اللي هي البذور. في عندنا الاوفا البيومين اللي موجود في الايج، اللي موجود في البيض، هذا يعتبر بروتين ستورج تخزيني بيخزن الامينو اسيد لحد ما يصير في عندنا الإباضة مثلا، أو يصير في عندنا جنين ضمن هاي البيضة، فبيحصل على الأمينو أسيد عن طريق الأوفالبيومين اللي موجود ضمن البيضة. الوظيفة الرابعة عندنا الترانسبورت بروتين اللي هو الناقل، يعني بروتينات تشتغل شغل نقل، فأكيد وظيفتها إنه تنقل لنا السبستانز، المواد، ترانسبورت أوف سبستانز. مثال عليها يا جماعة هو أهم بروتين موجود في جسمنا اللي هو الهيموجلوبين. زي ما بنعرف الهيموجلوبين هو عبارة عن بروتين موجود ضمن الدم، بيحتوي على الايرون، فيه حديد. هاي الحديد بتعطيه خاصية انه بيقدر انه يرتبط مع الاكسجين ومع ثنائي اكسيد الكربون لحتى ينقلهم بين الخلايا ومع الرئتين. فالهيموجلوبين بينقل الاكسجين عن طريق الايرون اللي موجود فيه، فهو ترانسبورت بروتين، هو عبارة عن بروتين ناقل. ايضا من الخواص المهمة اللي هي هرمون البروتين، البروتينات اللي بتعمل عمل هرمونات. زي ما نعرف انه الهرمونات موجودة بجسمنا حتى تنظم عمل الغدد وعمل الخلايا وعمل الأعضاء بجسم الإنسان. الهرمونات متعددة، الهرمونات بعضها بيجي على شكل أو دورها بيكون هرموني، فهي بروتينات، هي بروتينات هرمونية. الفانكشن تبعها coordination of organisms activity، هي بتعمل على تنسيق وتنظيم نشاطات الأعضاء. مثال عليها يا جماعة الأنسولين. زي ما نعرف الأنسولين هو عبارة عن هرمون، هو بروتين ينتج عن طريق البنكرياس، بتنتجه البنكرياس، بينظم نسبة السكر في الدم، الجلوكوز من بالدم. فهو بيعمل انه بياخذ الجلوكوز من التيشو وبيعمل ريجوليشن للبلاد شوجر كونسنتريشن اللي هي تركيز السكر ضمن الدم. فمرضى السكري بيكون في عندهم خلل بهذا الهرمون عفوا، فهو اصلا بروتيني. الوظيفة اللي بعدها هي ريسبتور بروتين، يعني البروتينات اللي بتكون هي مستقبلة ريسبونس. الوظيفة تبعها هي ريسبونس اوف سيل كيميكال ستيمولاي، التنبيهات الكيميائية اللي بتيجي على الخلية راح تستقبلها عبارة عن بروتينات موجودة على سطح هاي الخلية. هاي هي البروتينات بتكون باللون النهدي. مثال عليها الريسبتور بيلت انتو ذا ميمبرين اوف نيرف سيل ديتكت سيجنالينج مولكيول ريليزد باي اذر نيرف سيل، يعني الخلايا العصبية بيكون على سطحها بروتينات، هاي البروتينات مستعدة لاستقبال أي منبه كيميائي من أي عضو أو خلية عصبية أخرى. في عندنا الكونتركتايل أند موتور بروتين اللي هي مخصصة للحركة، البروتينات اللي مهمتها بتكون هي الحركة، أكيد الفانكشن تبعها موفمنت. مثال عليها الموتور بروتين ار ريسبونسبل فور ذا أندوليشن أوف سيليا أند فلاجيلا اللي هي حركة السيليا والفلاجيلا. في عندنا ايضا الاكتين والميوسين عباره عن بروتينين موجودين في العضلات، مهمتهم الكونتراكشن اللي هي الانقباض والانبساط للعضلات. اذا الاكتين والميوسين هذول مثال على البروتينات الحركيه. ستراكشرال بروتين اخر واحد هو انه في عندنا بروتينات تدخل في شكل او دعامه الخليه، الوظيفه تبعها هي السبورت، الدعم كشكل. مثال عليها الكيراتين. الكيراتين يا جماعه هذا الموجود
في تركيبة الشعر، الهير، الهورن، الأظافر، الفيذر، الجلد، السكين أبندج اللي هي الزوائد اللي موجودة على الجلد. في عندنا أيضا الإنسكتس والسبايدر اللي هن الحشرات والعناكب، راح تستخدم سيلك فايبر من هاي البروتينات اللي هي عبارة عن ألياف دقيقة بتكون حريرية، to make their cocoons and webs، بتصنع منها مثلا بيوتها، يعني بيت العنكبوت عبارة عن بروتين respectively. وأيضا في عندنا يا جماعة الكولاجين، مثال آخر الكولاجين والإلاستين، هذول عبارة عن بروتينات دعامية، provide a fibrous framework in animal connective tissue. الأنسجة الضامة اللي موجودة في جسم الحيوانات هي عبارة عن ألياف مكونة من الكولاجين والإلاستين. هاي باختصار جميع الخواص أو الفانكشن اللي بتقوم فيها البروتينات. سريعا نحن شو مطلوب مننا؟ مطلوب مننا نعرف شو هاي الخواص، شو اسم الخاصية، نعرف تعريف بسيط عنها مع مثال، يعني راح ألخص لكم إياها بكل بساطة. أول شيء عندنا إنزيماتيك، هاي رقم واحد، إنزيماتيك بروتين الدور تبعها بتعمل أكسليريشن، نحفظ كلمة أكسليريشن. مثال عليها الدايجستيف إنزيم اللي هي الإنزيمات الهاضمة، أكيد فيها كلمة إنزيم. الدايفنس أو ديفنس عفوا، الديفنس بروتين بروتكشن تعمل على حماية، مثال عليها الأنتي بودي. الستورج بروتين تعمل على ستورج الأمينو أسيد، خلينا ننتبه إنه هي بتخزن أمينو أسيد، مثال عليها الكازين الموجود بالحليب، والأوف ألبيومين، الأوف ألبيومين اللي موجود ضمن الإيج. ايضا في عندنا الترانسبورت بروتين، اكيد مهمة الترانسبورت من اسمها، مثال عليها الهيموغلوبين. هرمون بروتين وظيفته كوردينيشن اللي هي التنسيق، مثال عليها الانسولين. الريسبتور بروتين اللي هي بتعمل على ريسبونس، استجابة او استقبال، مثال عليها الريسبتور الموجودات على النيرف سيل، الخلايا العصبية. الكونتراكتايل والموتور بروتين مهمته موفمنت، ومثال عليها الاكتين والميوسين. الاستراكشرال بروتين اكيد مهمته السبورت، مثال عليها الكيراتين والكولاجين والالاستين، ثلاث امثله يا جماعه. طيب يا جماعه، في عندنا مصطلح اسمه البولي بيبتايد. بولي بيبتايد هو عباره عن قسمين، عندنا البولي يعني متعدد، والبيبتايد هي عباره عن تجمع على الامينو اسيد. بوليبيبتايد هي عبارة عن أمينو أسيد متجمع مع بعض البعض. بوليبيبتايد are unbranched polymer built from the same set of 20 أمينو أسيد. في عندنا 20 أمينو أسيد، اختلاف ترتيبهم وعددهم رح يعطينا بوليبيبتايد متعدد، فإحنا عندنا بشكل أساسي بس 20 أمينو أسيد، فإذا ترتبوا بطريقة معينة رح يعطونا بوليبيبتايد معين. اختلاف الترتيب، اختلاف العدد راح يعطينا اكثر من نوع من امينو اسيد، فالعدد راح يكون من البوليبيبتايد عفوا، فالعدد راح يكون عندنا كبير جدا جدا. بوليمر اوف بروتين ار كولد بوليبيبتايد، يعني لما نحكي احنا البروتين بشكل اساسي لما نحكي عنه بوليمر فهو بيكون اسمه بوليبيبتايد. البروتين هو مكون من اكثر من بوليبيبتايد، ممكن يكون 1 اور مور بوليبيبتايد folded and called into specific conformation، فإله تشكيل أو شكل معين هذا البوليبيبتايد، ممكن يكون هيك شكله مثلا، أو ممكن يكون مطوي على بعضه. تمام يا جماعة، هاي تشكيلة البوليبيبتايد لحتى تعطينا بروتين. فإذا باختصار يعني شو فكرة هاي السلايد، بتحكي لنا إنه البروتين هو عبارة عن عدة بوليبيبتايد. شو البوليبيبتايد؟ البوليبيبتايد هو عبارة عن 20 أمينو أسيد بترتبوا بطريقة معينة ضمن عدد وترتيب معين، مش شرط كل الأمينو أسيد تترتب، ممكن 15 منهم، ممكن 2، ممكن 1 عادي. هاي فكرة السلايد بشكل عام. لما نحكي عن الأمينو أسيد مونومر، الأمينو أسيد كنا أو اختصاره AA، هيك ممكن تلاقوا اختصاره يا جماعة. الأمينو أسيد هو عبارة عن المونومر اللي بشكل البوليبيبتايد. أمينو أسيد are the monomer from which protein are constructed، يعني هو يعتبر المونومر للبروتين. الأمينو أسيد هو عبارة عن organic molecule، هو مركب عضوي فيه كاربوكسيل وفيه أمينو جروب. هلا بنشوف كيف شكله. أمينو أسيد differ in their properties due to differing side chain called R group، يعني لما نحكي احنا عندنا أمينو أسيد هو عبارة عن طرفين، طرف كاربوكسيل وطرف أمينو جروب، وفي عندنا أيضا R group مكون، هي هاي اللي بتحدد وظيفة الأمينو أسيد. بشكل مختصر هاي شكل الأمينو
أسيد. في عندنا الكربونة متصل فيها الكربوكسيل جروب اللي هو COOH، في عندنا الأمينو جروب، في عندنا الآر جروب. الآر جروب هي هاي اللي بتحدد الوظيفة تبعيت الأمينو أسيد أو بتحدد اسمه، فهي بنسميها السايد تشين اللي هو الجزء المسؤول عن وظيفة الأمينو أسيد. كثير مهم هذا الشكل يا جماعة، هو بسيط جدا، كربونة كربوكسيل وأمينو وعندنا آر جروب. هاي صورة بتوضح عندنا العشرين أمينو أسيد اللي موجودين عندنا. في عندنا الجلايسين، الألانين، الفالين، عندنا الليوسين وإلى آخره، تقريبا هاي البرولين، ميثيونين، هاي الأمينو أسيد اللي موجودات في جسمنا. ما راح نحفظ أشكالهم نحنا، ممكن يعني نحفظ الإشي المميز فيهم، تمام؟ هو شيء يعني كثير متقدم ممكن تاخذوه بالبيوكيم أشكال الأمينو أسيد، ولكن بشكل اساسي لازم نحفظ انه مين هن النون بولر ومين هن البولر ومين هن الالكتريكال تشارجد سايد تشين. يعني نحفظ مثلا انه الجلايسين والالانين والفالين والى اخره، هاي المجموعه هن عباره عن نون بولر سايد تشين، يعني الار جروب بتكون نون بولر يعني غير مشحونه او بتكون عباره عن كربون فقط. البولر بيكون في عندنا مثلا هاي هون او اتش بتعطينا البولاريتي، هاي هون او اتش موجوده بالسايد تشين، الاس اتش بتعطينا بولاريتي، او اتش مثلا يا جماعه والى اخره، هذول السيرين، الثريونين، السيستين، التايروسين، اسبارجين، جلوتامين، هذول عباره عن بولر سايد تشين. فممكن يجي بالامتحان انه اسم مثلا امينو اسيد وهذا شو يعتبر، بولر ولا نون بولر ولا الكتريكال، فنحفظهم بشكل بسيط بس الاسماء يا جماعه وشو نوعها. هاي هون عندنا هاي البولر، هاي هون عندنا النون بولر، هاي هون عندنا الالكتريكال. الأمينو أسيد يا جماعة راح ترتبط مع بعضها البعض عن طريق رابطة بنسميها البيبتايد بوند. زي ما بنتذكر احنا عندنا الكربوهيدرات ترتبط مع بعضها برابطة بنسميناها جلايكوسيديك بوند، الليبيد سميناها استر بوند، في عنا البروتينات أو البولي بيبتايد بنسمي الرابطة بيناتهم بيبتايد بوند، عشان هيك سميناها بولي بيبتايد. البولي بيبتايد هو بوليمر من الأمينو أسيد، هذا الشيء مكرر حكيناه. البولي بيبتايد رانج إن لينث from the a few to more than 1000 monomer، يعني بيكون في عندنا البولي بيبتايد الواحد فيه آلاف الأمينو أسيد بيكونوا مربوطين مع بعضهم البعض بشكل طولي. Each polypeptide has unique linear sequence of amino acid with carboxyl end and amino end بنسميه N-terminus. شو معنى هاي العبارة أو هاي الفقرة من السلايدة؟ بيحكي لنا إنه البولي بيبتايد هو عبارة عن unique linear sequence، هو ترتيب مفرد يعني او متفرد فيه كل بولي بيبتايد. مثلا معنى البولي بيبتايد رقم واحد بيكون ترتيب الامينو اسيد فيه مثلا سيرين، جلايسين، تايروسين مثلا الى اخره، بيكون ترتيبهم هاي الامينو اسيد بيكون ترتيبهم معين، فهو هذا الترتيب راح يكون بس للبولي بيبتايد رقم واحد. زي ما قلنا الرابطه بتكون بيناتهم عباره عن بيبتايد بوند. طيب يا جماعة في عنا كل بولي بيبتايد راح تكون نهاية من نهاياته كاربوكسيل اند بنسميها سي تيرمينس، النهاية الكاربوكسيلية، وفي عندنا نهاية أخيرة اللي هي الان تيرمينس اللي هي بتكون نهاية أمينو. يعني هون بيكون عندنا أمينو، هون بيكون عندنا سي أو أو اتش، تمام يا جماعة؟ هاي الفكرة العامة من السلايد. يعني هون عندنا مثلا، هون عندنا بيبتايد بوند، هذا عبارة عن أمينو أسيد وهذا عبارة عن أمينو أسيد، فهنا نهايته راح تكون امينو وهاي هون عندنا نهاية كاربوكسيل. كيف راح يرتبطوا مع بعضهم؟ راح يتم ارتباطهم عن طريق البيبتايد بوند، اكيد بده يخرج عندنا جزيئة ماء زي ما قلنا، العملية اللي بده يتكون فيها بوليمر راح يتحد من طرف امينو اسيد الكاربوكسيل مع طرف الامينو، وهكذا بيرتبطوا مع بعض بسلسلة، بس ولكن بالنهاية راح يكون في عندنا كاربوكسيل اند وعندنا الأمينو إند بنسميهم سي تيرمينس وإن تيرمينس. بروتين ستراكشر أند فانكشن. فانكشنال بروتين كونسيست أوف وان أور مور بوليبيبتايد ريزيسلي تويستد فولدد أند كوليد إنتو يونيك شيب. طبعا الشكل اللي راح يلتف فيه هذا الأمينو أسيد مع بعضه البعض راح يعطينا وظيفة محددة للبروتين، ممكن إنه يعمل تويستد أو يلتف فولدد أو إنه يكون هيك شكله كوليد على بعضه البعض. The sequence of amino acid determine a protein's three-dimensional structure. طبعا
عن ارتباط الامينو اسيد مع بعضهم، هم راح يعطونا الشيب 3 دايمنشن، ثلاثي الابعاد للبروتين. البروتين ستراكشر ديترمين از فانكشن، يعني شكل البروتين هو راح يعطينا الوظيفه تبعه. هلا بنشوف شو معنى هذا الحكي، ولكن خلينا نرجع نلخص بشكل بسيط، انه البروتين الوظيفه اللي راح ياخذها البروتين حسب شكله، ممكن انه يصير تويستد، تويستد اعتقد زي هيك يا جماعه، فولدد انه يلتف على بعضه، وكويلد يعمل زي هيك، تمام؟ ففي شكل معين لالتفاف الامينو اسيد ضمن تركيبه البروتين، هذا الشيء راح يعطينا الوظيفه تبعه. هاي في عندنا اشكال الانتي بودي بروتين، شوفوا كيف شكلهم، كيف ملتفين على بعضهم البعض. الشيء اللي حكيناه راح يتفسر هون يا جماعه، وراح يتفسر بشكل عميق جدا. في عندنا 4 ليفل اوف بروتين ستراكشر، يعني تركيبه البروتين راح تمرق باربع مراحل، هاي المراحل جدا مهمه وبدها تركيز عميق. ذا برايمري ستراكشر، في عندنا سكندري وتيرشري وكواترنري. البرايمري ستراكشر هذا اول يعني مرحله بمراحل بناء البروتين، هي عباره عن يونيك سيكونس اوف امينو اسيد، اللي هي ترتيب الامينو اسيد مع بعضهم. يعني زي ما قلنا احنا عندنا مثلا السيرين، الجلايسين، التيروسين الى اخره، راح يتجمعوا مع بعضهم البعض. هاي اول مرحله من مراحل بناء البروتين. هاي مرحله بسيطه، يعني ترتيب السيكونس مع بعضها، سيكونس يعني التتالي من الامينو اسيد. سيكندري ستراكشر اللي هو المرحله الثانيه، found in most protein consist of coil and fold the polypeptide chain، يعني السيكونس اللي احنا شكلناه بالبرايمري يا جماعه راح يبلش يصير له اما كويل او فولد، يعني بده يلتف يا اما هيك او هيك على بعضه البعض. هاي ثاني مرحله من مراحل صناعه البروتين. التيرشري ستراكشر ديترمايند باي انتر اكشن امونج فاريوس سايد تشين ار جروب ان بوليبيبتايد، يعني البوليبيبتايد نفسه هذا اللي عم يلتف يا جماعه، رح يصير في عندنا نفسه هو يتحد الارتشين من هاي مع ارتشين من هاي، رح ترتبط مع بعضها البعض، تمام، لحد ما تشكل عندنا الارتباط الار جروب او السايد تشين اللي بتحدد وظيفه هذا البروتين. الكواترنري المرحله الرابعه والاخيره، اللي هي بصير في عندنا اتحاد اكثر من بولي بيبتايد مع بعضهم، يعني هذا بولي بيبتايد تشكل رح يتحد مع بولي بيبتايد اخر. زي ما بنشوف يا جماعة، هاي في عندنا البرايمري ستراكشر، هاي أول مرحلة. أول مرحلة إنه بيجي عندنا هاي أمينو أسيد وهاي أمينو أسيد وهاي أمينو أسيد، بتتكرر العملية، بصيروا شو؟ بصيروا يرتبطوا مع بعضهم البعض. لاحظوا 35 40 45، هون عندنا تقريبا 125 أمينو أسيد اتحدوا مع بعضهم البعض. هاي البرايمري ستراكشر من الترانس ثايريتين، هذا عبارة عن بولي بيبتايد أو بروتين. هاي الجلايسين بيتحدوا مع بعضهم البعض، الامينو اسيد، الفالين، الليوسين، الاسبارجين الى اخره، بيكونوا شو؟ بس عباره عن ارتباطهم مع بعضهم البعض. The primary structure, the sequence of amino acid is protein. In a protein is link the order of letter in long word. راح يكون بس انه تجمع الامينو اسيد مع بعضهم البعض. The primary structure determined by inherited genetic information. يعني ترتيب هاي الامينو اسيد مع بعض البعض حتى تعطي بروتين بيكون مرتبط بالجينات الوراثيه او المعلومات الوراثيه اللي بتيجي لمصنع البروتين. اللي بصنع البروتين هو عباره عن جزء موجود ضمن السل. هاي شوي بعيد عن الموضوع بس ولكن جدا مهم. الرايبوسوم هو جزء من الخليه، هو هذا مسؤول عن تصنيع البروتين. تيجي شفره وراثيه من الدي ان اي بتقول له انه انت صنع هذا البروتين بالترتيب المعين، فهو بصير يخرج هاي البروتينات مع بعضها البعض وبربطها مع بعضها البعض، فهو اشي محكوم فيه الجينيتيك انفورميشن اللي هي المعلومات الوراثيه. Even a slight change in primary structure can affect protein's conformation and ability to function. يعني اي تغيير بسيط، يعني بس امينو اسيد يتغير مكانه ويتبدل مع واحد ثاني، هذا ممكن يعمل عندنا مشاكل كبيره وعظيمه. في عندنا اشي اسمه substitution of one amino acid valine from the normal 1 الجلوتاميك اسيد at a particular position in the primary structure of hemoglobin the protein that carry oxygen in red blood cell can cause sickle cell disease in inherited blood disorder. يا جماعة هون بيحكي لنا انه لاحظوا عندنا بس اذا كان في عندنا substitution استبدال الامينو اسيد فالين، في عندنا مثلا
الفالين. إذا بدلناه مع الجلوتاميك أسيد تمام في تركيبة الهيموغلوبين، الهيموغلوبين نحن زي ما حكينا لكم قبل شوي إنه هو عبارة عن بروتين، بروتين يعني اصطفاف معين من الأمينو أسيد. في عندنا اصطفاف معين للأمينو أسيد مع بعضهم البعض بيعطينا إشي اسمه الهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين إذا صار في تغير بسيط فقط، الفالين بدل ما يجي فالين يجي جلوتاميك أسيد، رح يصير عندنا تغير بشكل الهيموغلوبين اللي هو اللي بيحمل الأكسجين للدم، بصير في عندنا مرض السيكل سيل ديزيز اللي هو ما عاد يقدر الإنسان اللي هو فقر الدم المنجلي باللغة العربية، بصير في عندنا مشاكل بالدم، مشاكل بنقل الأكسجين. The abnormal hemoglobin crystals deforming in the red blood cell into sickle shape and clogging capillary. زي ما حكيت لكم يا جماعة هاي إنه شو مشكلة السيكل سيل ديزيز، بيكون شكلها منجلي، كرة الدم بدل ما تكون الحمراء بدل ما تكون هيك شكلها بصير هيك شكلها، فبتبطل تحمل الأكسجين بشكل تمام. هاي لاحظوا فقط يعني هذا المرض الخطير فقط بسبب استبدال الفالين بالجلوتاميك أسيد، فهو إشي جدا حساس ترتيب الأمينو أسيد ضمن البروتين. هاي السيكندري استراكشر، خلصنا البرايمري، برايمري زي ما قلنا إنه راح يصطفن عندنا الأمينو أسيد، السيكندري راح يصير في عندنا التفاف لهم. شايفين هاي، هاي عبارة عن التفاف للسيكونس اللي إحنا شكلناه. في عندنا التفافين، التفاف اسمه ألفا هيليكس اللي هو بيكون زي هيك شكله هلالي، وفي عندنا في التفاف ثاني اللي هو على شكل شيت عفوا او بليتد شيت، بيكون زي طاجات هيك مستقيمه لفوق ولتحت. ففي عندنا اكثر من روابط، اذا كان شكلها هيك بيجي التفاف يعني بنسميه الفا هيليكس، واذا كان شيت زي ورقي مثلا طالع نازل بنسميه بيتا ستراند. هذا عباره عن المرحلة الثانية من بناء البروتين. The coils and fold of secondary structure result from hydrogen bond between repeating consisting of the polypeptide backbone. يعني الالتفاف والطيات يا جماعة اللي موجودة بالsecondary structure هاي جاية من الهيدروجين بوند، من الرابطة الهيدروجينية اللي موجودة مع البوليبيبتايد backbone لما يتكرر عندنا أكثر من أمينو أسيد. هاي الامينو اسيد راح تقرب من بعضها، راح تعمل هيدروجين بوند، رابطه هيدروجينيه، فبصير في عندنا التفاف وطيات في الشكل. التيبيكال سيكندري ستراكشر يا اما بيكون كويل يا اما بيكون فولدد. كويل يعني التفاف وفولدد يعني طيات، يعني ما فيش هذاك الفرق ولكن احنا ممكن نميزهم بالشكل. لما نحكي كويل بيكون في عندنا الفا هيليكس، يعني بيكون نوع الرابطه الفا هيليكس، بيصير في عندنا كويل. خلينا نشوف الشكل، هاي الالفا هيليكس بنشوفها زي هيك، يعني زي مبروم مبروم تيجي الشكل. اذا كان بيتا يعني بيكون بيتا بليتد شيت، بيكون فولدد يعني بيكون مطوي على شكل طيات، هاي زي ما بنشوفه هون. هذا الشكل بيوضح بشكل كبير يعني الالفا هيليكس، الرابط الفا هيليكس بيكون على شكل هيك ملفوف لفات، هون عندنا عبارة عن طيات بيكون بيتا بليتد شيت. The structural properties of silk are due to beta plated sheet. الحرير يا جماعة الشكل تبعه، طبعا الحرير هو عبارة عن بروتين، الشكل تبعه جاي من الرابطة beta plated sheet اللي هي هاي الرابطة. تمام، خلصنا السيكندري ستراكشر، بنيجي على التيرشري. التيرشري ستراكشر يا جماعة بيحدد لنا او تنتج هاي المرحلة عن طريق اتحاد الار جروب او السايد تشين اللي حكينا معهم، حكينا عنهم انه بصير في عندنا اتحاد ما بين الار جروب من كل امينو اسيد بيعطينا التيرشري ستراكشر rather than interaction between backbone constituents. هلا بنشوف شكلهم كيف. هاي في عندنا مثلا هاي الخط النهدي او الخط الازرق، هذا عبارة عن سيكونس فولدد من الامينو اسيد. شوف بنلاحظ هون انه عندنا هاي الامينو اسيد، هذا ارتبط مع هذا الامينو اسيد عن طريق رابطه هيدروجينيه، ممكن رابطه دايسولفايد بوند، حسب اكثر من رابطه حسب نوع الار جروب اللي موجوده اللي بيتحدوا مع بعضها بيعطينا التيرشري ستراكشر. The interactions between R group include hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction, van der Waals interaction. يعني ممكن يكون عندنا اكثر
من رابطة من نوع رابطة حسب الار جروب اللي عم ترتبط مع بعضها البعض. Strong covalent bond called disulfide bridge may reinforce the protein structure. يعني أقوى رابطة عندنا بنسميها disulfide bridge. بنشوفها بالشكل مرقت معنا قبل شوي. ها هي disulfide bridge، هي عبارة عن رابطة قوية بتتكون ما بين R group من كل أمينو أسيد. بكل بساطة هاي هي التيرشري ستراكشر. الكواترنري ستراكشر هو النوع الأخير اللي هو عبارة عن ارتباط أو aggregation. aggregation يا جماعة يعني تجمع، تجمع two or more polypeptide. يعني هاي المرحلة الرابعة هي اللي بتكون لنا البروتين، بتكون معنا two or more polypeptide مع بعض البعض. مثال عليها يا جماعة، الكولاجين is fibrous protein of three polypeptide. يعني الكولاجين هو عبارة عن ثلاث أنواع من البوليبيبتايد، سوبر كويلد لايك أروب، بيكون على شكل حبل أو رباط. هلا نشوف شكله. الهيموغلوبين هو جلوبيولر بروتين with quaternary structure. شكل الهيموغلوبين هو جلوبيولر، الكولاجين فايبرس. الفرق بيناتين، الكولاجين هو عبارة عن فايبرس ألياف، الهيموغلوبين جلوبيولر بروتين. هلا بنشوف شكله. الهيموغلوبين فيه اربع بوليبوبتايد، اثنتين الفا واثنتين بيتا. هاي الكواترنري ستراكشر يا جماعه لاحد البروتينات. هاي الكولاجين هو عباره عن ثلاث بوليبوبتايد مرتبطين مع بعضهم البعض. بنلاحظ انه شكلهم شو، عباره عن زي الالياف. هاي الهيموغلوبين يا جماعه في عندنا عباره عن اربع بوليبيبتايد مربوط مع بعضهم، 2 الفا و2 بيتا، وفي عندنا الهيم والايرون اللي بيحملوا الاكسجين. اكيد لما نحكي عن البرايمري ستراكشر راح نذكر عندنا مرض السيكل سيل ديزيز. لما يكون في عندنا مشكله في ترتيب الامينو اسيد بيتكون عندنا مرض فقر الدم المنجلي. السيكل سيل ديزيز هو عباره عن سلايت تشينج ان برايمري ستراكشر. تخيلوا يا جماعه، لما نحن نبلش بترتيب أمينو أسيد في المرحلة الأولى بيصير في عندنا خربطة بترتيب 2 أمينو أسيد، واحد بيجي مكان واحد، فهون بينشأ عندنا مرض خطير هو انحلال الدم أو فقر الدم المنجلي. Slight change in primary structure can affect a protein structure and ability to function. يعني تغيير بسيط من البرايمري ستراكشر راح يغير لنا من شكل البروتين وممكن وظيفته. Sickle cell disease inherited blood disorder هو عبارة عن مرض موروث بالدم. Result from a single amino acid substitution in the protein hemoglobin. زي ما حكيت لكم انه الفالين بتبدل مع الجلوتاميك اسيد. هاي تقريبا شرح بسيط للنورمال هيموجلوبين، الفرق بينه وبين السيكل سيل ديزيز. بالبرايمري ستراكشر قلنا احنا المشكله عندنا بالفقر الدم المنجلي، بالمرحله الاولى بتكون هي المشكله. بالبرايمري ستراكشر هي ترتيب النورمال هيموجلوبين، بيكون عندنا فالين، هيستين، ليوسين. لاحظوا يا جماعه عندنا الجلوتاميك اسيد السادس، الجلوتاميك اسيد. بالسيكل سيل هيموجلوبين يعني لما يكون في عند الانسان مريض بنلاحظ انه الخطا بصير بالامينو اسيد السادس، بدل ما يكون جلوتاميك اسيد بصير عندنا فالين. هذا هو التغيير فقط بالبرايمري ستراكشر. السكندري راح يكون عندنا شكله طبيعي، هذا شكل الهيموجلوبين الطبيعي. شوفوا كيف شكله، بصير في عندنا هون زي انخماص بالشكل. لما يتشكل عندنا النورمال بيعطينا مولكيول دونت اسوسييت وذ وان انذر، كايتش كاريز اوكسجين، يعني كل وحده تحمل منها الاكسجين بشكل طبيعي. وهذا شكل الريد بلود سيل، الريد بلود سيل هي خليه الدم الحمراء، وهذا شكلها لما تكون مريضه، بتكون عباره عن منجل، عشان هيك سميناها فقر الدم المنجلي. فبيكون في عندنا مشكله سببها فقط تغيير في ترتيب الامينو اسيد. What determine protein structure؟ شو هو الاشي اللي بيحدد، او شو الوظيفه، او شو الامر اللي بيحدد شكل البروتين؟ In addition to primary structure, physical and chemical condition can affect structure. يعني بالإضافة لأنه البرايمري ستراكشر هو اللي راح يحدد لنا شو شكل البروتين، في عندنا بعض الحالات الكيميائية أو الفيزيائية اللي ممكن تحدد أو تأثر على تأثير الستراكشر. مثل إيش؟ مثل التغيير بالبي اتش، salt concentration، تغير تركيز الملح، temperature، الحرارة ممكن تأثر على تكوين البروتين. And other environmental factor can cause protein to
انريفل. انريفل انه يعني بيخرب البروتين، ممكن انه يتحلل، ممكن انه يتكسر. This loss of protein native structure called denaturation. Denaturation يا جماعة انه تفكك البروتين. Denaturation تحلل، تفكك او انحلال البروتين. Denaturation protein is biologically inactive. يعني البروتين لما يتحول ل inactive form انه يبطل شغال بنسميها denature، انه خرب. هذا بروتين طبيعي ملتف في المرحلة الرابعة او الثالثة، لما يصير له denaturation انه يتخرب بيرجع بفك من اول وجديد، بيبطل غير شغال. اما عملية تكوين البروتين اللي مش شغال حتى يتحول لبروتين شغال بنسميها renaturation. denaturation تخريب، renaturation اصلاح او تكوين بروتين. وهيك يا جماعة نحن بنكون خلصنا الجزء الثالث من الشابتر اللي هو البروتين. طبعا هو جزء شوي ضخم وكبير ولكنه جدا مهم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. بيظل في عندنا الجزء الاخير اللي هو النيوكليك اسيد. بنشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة، ويعطيكم الف عافية.